السلام عليكم ومرحبا بكم في حصة جديدة ودرس جديد على كيزاكو.com. غنشوف الحصة ديال اليوم فقرة من فقرات درس التذبذبات الميكانيكية اللي هو درس من دروس العلوم الفيزيائية للسنة الثانية بكالوريا علوم تجريبية ولا علوم الحياة والأرض وعلوم فيزياء. غنشوف الحصة ديال اليوم النواس المرن. شنو التعريف ديال النواس المرن؟ وبالضبط غنشوفو كيفاش نحددو المعادلة التفاضلية لحركة مركز قصور الجسم اس اللي كيكون لنا النواس المرن. اذا كتعريف للنواس المرن، النواس المرن هو مجموعه ميكانيكيه تتكون من عنصرين. العنصر الاول هو جسم صلب اس كتلته ام، كنقولوا اس نسبه الى سوليد باش عقلوا عليها، علاش كنقولوا جسم صلب كتلته ام. ام الترجمه ديالها هي ماس، كتشوفوا ام راه ماس و اس راه سوليد. عندنا واحد النابض اللي هو هذا، اللي هو الروسور هذا، صلابته ك. ك هي العلاقه ولا الثابته اللي كنستخرجوها من العلاقه التاليه تي على دلتا ال، بحيث تي هي القوه المطبقه قلتي القوه التي يطبقها النابض على جسم ما، ودلتا ال هي الاطاله ديال النابض اللي كنحسبوها بالمتر. اطاله ديال النابض يعني الفرق، كتمثل لنا الفرق بين الطول ديالو في واحد اللحظه تي ناقص الطول الاصلي ديالو. في الشكل امامكم كيبان لكم، كيبان لنا واحد النابض معلق. لاحظتوا هذا النابض هذا في البداية كتكون او في اللحظه الصفر كتكون الاطاله ديالو على الطول ديالو هو ال صفر، كنرمزوا ليه بال صفر. حنا طبعا ملي كنهضروا على نواس مرن خصنا نزيدوا واحد جسم اس الى لاحظتوا، اذا فان الطول ديال النابض كيتبدل، ما كيبقاش ال صفر انما كيولي ال او. الهدف عندنا اول حاجه هو ان نشوفوا بشحال كيتزاد، يعني الفرق بين ال صفر و ال او اللي هي دلتا ال صفر اللي كتمثل اطاله ديال النابض. الى لاحظتوا هنا نديروا القانون الثاني نيوتن. اول حاجه نديرو جرد القوى لجسم اس، كنلقاو بان عندنا بي وعندنا تي صفر. بي اللي كتمثل تاثير الوزن، والتي صفر اللي كتمثل تاثير النابض على جسم اس. اذا هادشي كيسمح لنا نكتبو ما يلي، ان في جرد القوى عندنا بي كتمثل شده الوزن، والتي تمثل تاثير النابض. اذا حسب القانون الثاني لنيوتن فان مجموع القوى الخارجيه كيساوي الكتله في متجه التسارع. في الشكل اللي عندنا، عندنا لحظتين، عندنا اللحظه البدئيه ولحظه التوازن. اذا في لحظه التوازن شنو هي المعلومه اللي كتكون عندنا؟ الجسم في اتزان، يعني ان التسارع ديالو غيكون صفر، مفهوم؟ هذه طبعا تسارع ديال مركز الثقل. وعندنا مجموع القوى كما درنا في الجرد، عندنا بي زائد تي. اذا بي زائد تي قد تساوي لنا صفر. نديرو الاسقاط على المحور او اكس. اسقاط على المحور او اكس غيعطينا ساله، عندنا بي هابطه لتحت غاديه مع المحور، بينما تي عكس المحور، يعني نديرو بي ناقص تي كتساوي صفر. بي شحال كتساوي؟ عندنا بي كتساوي ام جي، هذه قريتوها وكتعرفوها. وقلنا تي اش كتساوي؟ تي كتساوي ك في الاطاله اللي هي دلتا ال صفر. وبالتالي تولي عندنا العلاقه التاليه، ان في التوازن ام جي ناقص ك دلتا ال صفر تساوي صفر. وهذه كنأطرها لاني غنستعملها من بعد. هاد العلاقه هذه عقلوا عليها، نسميها واحد ان نستعملها من بعد. شوفوا معايا الشكل التالي. شوفوا معايا الجسم اس في حاله توازن. حنا غنشدوا الجسم اس وغنهبطوا واحد شويه لتحت. ملي غنهبطوا لتحت اول حاجه الاطاله يعني الطول ديالو غتولي ال، وهاد ال بدلاله الزمن لانها غتبقى تغير، وبالتالي غنحسبوا تغير الافصول ديال مركز الثقل الجسم اس على حساب محور او اكس اللي كيبان لكم من على اليمين. لاحظتوا الجسم كيطلع ويهبط، وبالتالي في اي لحظه تي فان اكس كتكون عندها واحد القيمه معينه. الهدف عندنا من التمرين هو ان نكتبوا اكس بدلاله تي.
الى درنا جرد القوى هنا عندنا بي وعندنا تي كما شفنا سابقا في الحاله الاولى. الى درنا جرد القوى قالوا ان بي كتمثل شده الوزن والتي تاثير النابض. كما درنا سابقا فان مجموع القوى الخارجيه قلنا كيساوي ام في متجهات التسارع. في هذه الحاله عندنا الجسم في حركه، اذا نديروا الاسقاط ديال الاشياء على المحور او اكس. عندي بي زائد تي كتساوي ام ار جي. سقطنا على المحور او اكس كما شفنا قبيله، هذه غتكون بي تي معاكسه للمنحى، وهذا نقدر نقوله هو ام ا على اكس. فهم نعوضه، بي قلنا هي ام جي، ها هي تي شناهي هي كا في دلتا ال تساوي ام ا اكس. دلتا ال شحال كيساوي؟ دلتا ال هي ال لا باش نقولوا في اللحظه تي ناقص ال صفر. متفقين معايا؟ ولكن انا شنو بغيت؟ انا بغيت اكس. وشنو هي اكس؟ اكس ديال تي اش كتساوي؟ اكس ديال تي راه هي ال ديال تي ناقص ال ديال ليكيليبر يعني ديال التوازن. ولقينا قبيله ان دلتا ال صفر شحال كتساوي؟ كتساوي ال او ناقص ال صفر. اذا انا كتلاحظ واحد ال او زايده هنا، نزيدوها هنا شنو تولي عندي؟ غتولي عندي ال تي ناقص ال او زائد ال او ناقص ال صفر. متفقين؟ هذه اش كتمثل؟ هذه هي اكس بدلاله تي، وهذه اش كتمثل لنا؟ هي دلتا ال صفر. اذا دلتا ال شحال كتساوي لنا؟ ها شتو هذا، نمشيو نعوضو في المعادله عندنا. مفهوم؟ المعادله كنا لقينا ان ام جي ناقص ك دلتا ال قلنا كتساوي ام ا على المحور اكس، يعني اسقاط التسارع على المحور اكس، محور او اكس. عندنا ام جي ها هي ناقص ك دلتا ال اش قلنا كتساوي؟ قلنا كتساوي دلتا ال صفر زائد اكس كتساوي ام ا اكس. انا ا اكس نديرها هي اكس دو بوان، من حقي نقدر نكتب ا اكس اكس دو بوان كما كنقدر نكتب في اكس هي اكس بوان. لي دو بوان يعني الشقاق، الشقاق مرتين، النقطة هي الشقاق مرة، هذا ترميز وصافي. إذا من هنا نشرو غتجيني ام جي ناقص ك دلتا ال صفر ناقص ك اكس كتساوي ام اكس دو بوان. ندي ك اكس لهي شتولي؟ تولي عندي هي ام اكس دو بوان زائد ك اكس. اش كتلاحظو هنايا؟ شحال كتساوي هاد القيمة هادي؟ صحيح القيمة هادي كتساوي صفر، حتى هادشي اللي حسبنا قبيلة هي على الأقل قلت لكم أطرو عليها ام جي ناقص ك دلتا ال صفر كيساوي صفر، وبالتالي هادي صفر هادي مشات هنا تولي صفر. نقسمو كلشي على ام، غتولي عندي اكس دو بوان زائد ك على ام في اكس كتساوي صفر، وهادي هي اللي كنسميوها حنا المعادلة التفاضلية لحركة مركز قصور الجسم اس. نكتب هنا المعادلة التفاضلية لحركة مركز قصور الجسم اس، وكاين اللي يدير كتشوف هما كيكتبها هي المعادلة التفاضلية لحركة الجسم اس، لأن حركة مركز القصور أو حركة الجسم حنا كناخدوهم كنعتبرو نفس الشيء، لأن أصلا كنهضرو على جسم صلب. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الحصة الأولى، الحصة هذه خفيفة ظريفة، حددنا فيها غير المعادلة التفاضلية لحركة مركز قصور الجسم، على أمل أن نتلاقاو في فيديوهات أخرين نزيدو نكملو الشرح، نشوفو كيفاش كنحلو المعادلة التفاضلية، ونشوفو كيفاش نقدرو ولا شنو من المعلومات اللي نقدرو نستافدو انطلاقا من هذه المعادلة التفاضلية ومن دراسة النواس المرين. السلام عليكم.